بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، التواصل جاري هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميز هنا من أرضية هذا الميدان، حيث ننقل على حضراتكم انطلاقة أشواط جديدة من انطلاقات الخير والبركة، ونحن دائما على موعد، دائما على لقاء جميل في هذا، في هذه الانطلاقات. نذكر بتوقيت وصاحبة التوقيت الأجمل، صاحبة العرض، صاحبة الأداء الجميل حتى هذه اللحظات، صدفة عبد الله بن المر بن حلوة الاكتبي، 5:59:25 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن المر بن حلوة الاكتبي، وأيضا أهني حقيقة الداعم الرئيسي لهذا الشعار، المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا شوطنا السادس خصص الجعدان، نتمنى إن شاء الله التوفيق. مذخور سالم بن خلفان بن علي الاكتبي، المركز الثاني الشعال عبد الله بن علي بن واز، ثالث المراكز أيها الإخوة الأسد سالم بن عبيد بن هيل الخاطري. النقل على المركز الرابع، اللي في المركز الرابع الحذر حميد بن سعيد بن حرمل الشامسي، وفي المركز الخامس من يأتينا في هذه اللحظات العقربي للسيد زاهر بن فايل العويسي، وفي المركز بينما اللي في المركز الخامس هناك من الجانب الثاني، اللي في المركز الخامس أيها الأخوة الحصان لعيسى بن عبد الله بن محمد بن إيميع أيضا حاضرا، وفي المركز السات اللي في المركز السات بنقول اللي في سادس المراكز، ولا المركز السابع اللي هو الدافع راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وثامن المراكز شاهين لسان بن حمد بن عود العامري، وفي المركز التاسع شعار المقعودي مع غواص عتيج بن سعيد المقعودي الفلاسي حاضر هنا مع غواص، وفي المركز العاشر هنا مغامر، في المركز العاشر نايع بن راشد بن سيف بن سالم بالشاوي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالهتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله للمراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة وفاء وتماما، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق، كل الناموس يا الإخوة المشاركين. يلا يا مذخور سالم بن خلفان بالعلي الاجتبي، من يقدم مذخور على المركز الأول، من يسيطر مع مذخور على مقدمة هذا الشوط، بينما اللي في المركز الثاني الأسد يا السلام لسان بن عبيد بن هيل الخاطري، هناك من الجانب الثاني اللي هو الشعال عبد الله بن علي بن واس يا السلام، انتقل وياكم من العقربي، ولا من اللي نعم العقربي أيضا حاضر، أيضا حاضر العقربي لزاهر بن فايل بن خريبيش العويشي أبناء السلطنة حاضرين رابع المراكز، بينما اللي في المركز الخامس هناك شاهين لسان بن حمد بن عود العامري، وفي المركز السادس مستمعينا الأعزاء الحذر حميد بن سعيد بن حرمل الشامسي، وثامن المراكز ولا المركز السابع الدافع راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الثامن من الجانب الثاني هناك اللي هو حصان عيسى بن عبد الله بن محمد بن ميع، وتاسع المراكز غواص للسيد عتيج بن سعيد المقعودي، وفي المركز العاشر والمركز الأخير أيها الإخوة مغامر لنايع بن راشد بن سيب بن سالم بالشاوي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالهتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة، ولكن مذخور الله يا بالعري يا سلام يا بالعري، من يقدم مذخور في هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز هنا على أرضية هذا الميدان، ما شاء الله يا مذخور سالم بن خلفان بالعري الاجتبي، أظن الشوط يبقى مذخور يبقى الشوط، بينما اللي في المركز الثاني الأسد سالم بن عبيد بن هيل الخاطري، ثالث المراكز هناك من يأتي اللي هو الشعال عبد الله بن علي بن واس، وصل العقربي لزاهر بن فايل بن خريبيش العويسي، ولكن بالشاوي اللي فاجانا في اللحظات الأخيرة مع مغامر نايع بن راشد بن سيف بن سالم بالشاوي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا
للمراكز ذعناها عليكم بالوفاء والتمام ونتمنى التوفيق يا مذخور. يلا يا مذخور يلا يا مذخور يلا يا بالعري يلا يا سالم سلمت يمينك يا ابو غنيم سلمت يمينك يا ابو غنيم مذخور سالم بالخلفان بالعري ليش تبي بينما هناك اللي هو العقربي زاهر بن فايل بن خريبيش العويسي المركز الثالث هناك الاسد سالم بن عبيد بن نهيل الخاطري ولكن العويسي من الجانب الثاني غير على صدارة الشوط سيطر على المركز الاول ما شاء الله تبارك الرحمن. تهانينا لمالك العقربي ايها الاخوة زاهر بن فايل بن خريبيش العويسي ها هي لحظات وصوله الى خط النهاية معلن الفوز والناموس المركز الثاني سابق الفان بن علي اشتبي المركز الثالث سعيد بن عتيج او عتيج بن سعيد سعيد بن عتيج عتيج بن سعيد المقعودي المركز الرابع الاسد لسالم بن عبيد بن هيل الخاطري المركز الخامس ايها الاخوه مغامر نايع بن راشد بن سيب الشاوي 6 دقائق 9 ثواني 9 ثواني الثانيه تهانينا والناموس.